تعالوا نشوف بعض الألعاب اللي أساءت للإسلام سواء بقصد أو بغير قصد. لو أنك لعبت ليتل بيج بلانت فأكيد راح تلاحظ أنه كل ما تمشي خطوتين أو ثلاث راح يطلع لك صوت عبارات مع الموسيقى، لكن المشكلة أنه هاي العبارات هي آيات من القرآن. ويفضل بعض اللاعبين اللي كان عندهم نسخة تجريبية من اللعبة تواصلوا مع الشركة وطلبوا حذف هاي المقاطع، وبالفعل استجابت الشركة. ونروح للعبة ليجند اوف زيلدا. يوجد مكان باللعبة اسمه معبد النار، وهذا المكان حسب خيال المبرمجين هو نار جهنم، وبس فتت على هذا المكان راح يطلع لك صوت صادم بالخلفية. خلينا نسمعه. نعم يا عزيزي، الشركة كانت حاطة أجزاء من صورة الإخلاص بالخلفية، ولما تواصلوا مع الشركة بررت إنها ما كانت تعرف إنه هاي الأصوات هي من القرآن. لو إنك حابب تلعب جي تي إيه سان أندرياس الأسطورية على الموبايل، فما عليك غير تفوت على قناتي وراح تلاقي رابط التحميل بالبايو، حملها واستمتع.